منظمة الخوذ البيضاء الرأي والرأي الآخر. منظمة الخوذ البيضاء دي منظمة للدفاع المدني لكن مش حكومية في سوريا. 2013 تأسست، وبعدين بقوا 100 200 300 500 1000 2000 3 4000 بقوا 4000 عضو في هذه المنظمة. فلوس المنظمة دي من أمريكا، في كلام 30 مليون دولار أو أكتر أخدوها من أمريكا، ثم دولارات كتيرة جدا من أوروبا. في رأيين في هذه المنظمة، رأي بيقول إنها منظمة ملائكية، ورأي بيقول إنها منظمة الشيطان. رأي بيقول إنها منظمة شالت كتير جدا من المشاكل في سوريا، ورأي بيقول إنها منظمة عميلة تعمل لصالح الاستعمار الغربي. هنا الرأي والرأي الآخر. نمرة واحد، الرأي اللي هو بيقول إنها منظمة رائعة. الأمريكان، الألمان، الإنجليز، الفرنساويين، السويديين، أوروبا كلها تقريبا بتقول منظمة رائعة، أعضاؤها رجال شجعان. اتنين، هذه المنظمة رشحت لجائزة نوبل للسلام 2016. ثلاثة، هذه المنظمة تقول أنها أنقذت أكثر من 100,000 إنسان فيهم أطفال ونساء من تحت الأنقاض. وهذه المنظمة اتعمل عنها فيلم وثائقي هنشوف الإعلان بتاعه بعد شوية، وهذا الفيلم حصل على جوائز كبيرة جدا في أوروبا. إنما الرأي الثاني بيقول أنها منظمة الشيطان، وأن هي منظمة عميلة ومتطرفة وجناح للقاعدة. وهؤلاء يدللون بما يلي. نمرة واحد، إن اللي أسس المنظمة مش سوريين، وإنما ضابط مخابرات بريطاني في اسطنبول دربهم على الإنقاذ من الزلازل، لكن في الواقع استخدموا لمشروع سياسي. نمرة اتنين في هذا الرأي، إنه تم إجلاء 800 منهم إلى إسرائيل، فزي هي منظمة بعيدة عن السياسة في الداخل، أول ما قوات الحكومية تكون موجودة بتهرب مباشرة، وإنه تم إجلاء 800 لإسرائيل بطلب من الرئيس ترامب ثم من إسرائيل إلى دول أخرى. نمرة ثلاثة، تعمل هذه المنظمة الخوذ البيضاء في مناطق القاعدة والقاعدة فقط. نمرة أربعة، إن هذه المنظمة هي الوحيدة اللي قالت في استخدام سلاح كيماوي في هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان. روسيا بتقول ان هم دلوقتي بيجهزوا يقولوا في استخدام اسلحة كيماوية في ادلب، وده كلام مش صحيح، انما عشان يقلبوا العالم عليهم. والنقطة الاخيرة، انه حكيت بقى ان هم انقذوا 100,000، واضح ان ده مجرد كلام، لا 100,000 ولا يحزنون، لان مش واضح اصلا لا وثائق ولا اسماء هؤلاء ال100,000 طبقا لهذا الرأي. الروس والحكومة السورية رأيهم انها جماعة الشيطان، وان هي جماعة عميلة واستعمارية، وان هي جناح لتنظيم القاعدة. امريكا واوروبا ترى عكس ذلك، الا انه بعض شخصيات النخبة الامريكية رأيها زي رأي روسيا والحكومة السورية. مثلا السيناتور ريتشارد بلاك. السيناتور ريتشارد بلاك بيقول، هو كان سيناتور سابق في فيرجينيا، ان هم الجماعة دول تبع تنظيم القاعدة. في السفير بيتر فورد كان سفير امريكا في دمشق، بيقول برضو ان هم اعضاء في القاعدة. فيش اي دليل انهم استخدموا الاسلحة، ان السوريين الجيش السوري استخدم الاسلحة الكيماوية، لكن هم عملوا هذا الاطار اللي هو مش صحيح، وانما تزييف وفبركة، وجابوا ناس تعرضوا لدخان عادي قالوا ده أسلحة كيماوية، رشوا الناس بالمية ومثلوا هذه المشاهد، لكن ما كانش فيه استخدام أسلحة كيماوية. ده كلام السفير بيتر فورد، وده كلام برضو السيناتور ريتشارد بلاك، ده سيناتور سابق وده سفير سابق لأمريكا في دمشق. إلا إن الرأي الرسمي الأمريكي والرأي الأوروبي الرسمي ورأي الاتحاد الأوروبي ورأي الأمم المتحدة، كل دول رأيهم أنها منظمة عظيمة وأنهم رجال شجعان. لكن الرأي الآخر إن هم عملاء الاستعمار وجزء من تنظيم القاعدة، ويعملون حيث يوجد المتطرفين فقط، ولا يوجدون في أماكن يتواجد فيها غير المتطرفين.
لما شفت اعلان الفيلم ده اللي هو الخوذه البيضاء، لقيت ان فيه اكتر من 1,000,000 مشاهده على نتفليكس، انما تقريبا النص مؤيد والنص معارض، فالراي تجاه الخوذه البيضاء انها منظمه عميله تقريبا يعادل الراي بانها منظمه انسانيه مش عميله. وفي كل الاحوال منظمه زي كده بهذا العدد حتى لو اهدافها نبيله هتكون عرضه لاختراقات كتيره جدا، ده ممكن يتقال في نقاش الراي اللي بيقول انها منظمه عميله. اما الراي اللي بيقول انها منظمه نبيله تماما، المؤشرات اللي بيقولها الراي الاخر لا يمكن اغفالها. في كل الاحوال ظهرت هذه المنظمه مثيره للجدل ولا تزال مثيره للجدل، وربما تكون اساس لضربات متتاليه لسوريا بحجه استخدام اسلحه كيماويه في سوريا. في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه من تحليل، هنشوف الأول ده الإعلان الرسمي عن الفيلم الوثائقي الخوذة البيضاء اللي خد جايزة كبيرة جدا في أوروبا، لكنه وجه بهجوم كبير جدا في سوريا ومناطق أخرى. وهنا تقرير من يورو نيوز ينحاز تماما إلى منظمة الخوذة البيضاء السورية. ده بقى تقرير من الجهة الأخرى من روسيا اليوم ضد منظمة الخوذ البيضاء. موضوع بقى ان الرئيس ترامب كلم نتنياهو قال له انقل المئات دول من الخوذ البيضاء الى اسرائيل، عمل ضجة كبيرة جدا، وده تقرير من دويتشه فيلا الالمانية.